بإذن الله النهاردة هنبدأ في الدرس الأول في الوحدة الأولى. طيب الدرس الأول عندي في الوحدة الأولى ده بيتكلم عن إيه؟ يقولي بيتكلم عن الدولة. طيب هنتكلم عن الدولة من حيث إيه؟ يقولي من حيث تعرفها ومن حيث أنواع الدول. طيب أول حاجة عندي في المنهج بيقول لي إيه الفرق بين الدولة والفرق بين الأمة. يقول لي في تشابه بين الدولة والأمة وفي اختلاف. طيب أول حاجة التشابه، يقول لي الدولة والأمة بيتشابهوا في الشعب والأرض. يبقى بيتشابهوا في إيه وفي إيه؟ في الشعب والأرض، لأن الدولة عبارة عن مجموعة من السكان والأمة برضو مجموعة من السكان. الدولة أنشئت على مساحة من الأرض، الأمة مجموعة من السكان بيعيشون على ركعة من الأرض، يبقى الاتنين متشابهين في الأرض وإيه؟ والسكان. طيب أحيانا السكان بيجيلي بمصطلح غريب ومكلكع في الاختيارات في الامتحانات مبقاش عارف أوصل لها. يقول لي إن الأمة والدولة بيتشابهوا في الأرض بالإضافة للتشابه في إيه؟ ويجيب لي مصطلحات غريبة. المصطلح اللي بيمثل السكان المصطلح الديموغرافي. يبقى أنا أول ما ألاقي كلمة ديموغرافيا أعرف إن هي إيه؟ السكان. طيب الاتنين مختلفين في إيه؟ هنعرف دلوقتي. ناخد أول حاجة تعريف الدولة. اتفقنا إن الدولة عبارة عن وحدة سياسية، لأن الوحدات السياسية يعني الدول، فدولة وحدة سياسية. الوحدة السياسية ديت أكيد لها مساحة معينة من سطح الأرض، يبقى بتشغل رقعة معينة من سطح الأرض. زي مثلا لما الشاشة اللي قدامك ديت رحت عامل مربع، هتقول إن المربع ده بيشغل مساحة معينة من الصفحة، صح ولا لأ؟ هو هكذا الدولة. لما أجي أبص على الخريطة الدولة بتشغل مساحة معينة من الخريطة. طب الدولة عرفنا إنها رقعة ثابتة أو رقعة دائمة، تمام، من سطح الأرض، بتضم إيه؟ سكان دائمين. يعني في الدولة دي دايما هلاقي في سكان إقامتهم دائمة في الدولة، تمام النقطة ديت. طب مين اللي بيحكم السكان ولا إحنا بنحكم نفسنا؟ لا، ده إحنا بنحكم، بنختار سلطة عليا ذات السيادة هي اللي تدير شؤوننا الداخلية وشؤوننا إيه؟ الخارجية. هم اللي يمثلوا الشعب ويمثلوا الدولة، إذا كان داخليا أو إيه؟ أو خارجيا. طيب بعد كده ناخد سمات الدولة. يقول لي الدولة علشان أقدر أطلق على المساحة معينة من سطح الأرض دي إنها دولة، لازم يتوفر لها ثلاث شروط بسميها أركان الدولة. طب هم إيه؟ يقول لي الأرض والشعب والسلطة. ما فيش دولة من غير أرض، من غير شعب، من غير سلطة. طيب يجي يقول لي ان الدولة ممكن ان تتعدد فيها العادات والتقاليد واللغات. يعني مش شرط ان الدولة الواحدة تكون عاداتها وتقاليدها واحدة، لا، ممكن تبقى متباينة. مثلا زي امريكا عاداته وتقاليد متباينة بدرجة كبيرة ولغات مختلفة. طب زي ايه من الدول اللي عندها اللغة اكتر من لغة رسمية؟ يقول لي عند دولة سويسرا، سويسرا فيها أربع لغات رسمية. طب هم إيه؟ يقول الإيطالية، الألمانية، الفرنسية، والرومانشية أو الرومانية. يبقى سويسرا فيها كم لغة؟ أربع لغات. هم إيه؟ الإيطالية، الألمانية، الفرنسية، الرومانية. طيب بعد كده نخش على الأمة. يعني إيه أمة؟ يعني مجموعة من البشر لهم أصل عرقي واحد. يبقى هم مجموعة من البشر لهم غالبا ايه؟ أصل عرق واحد، يعني هم بالبلدي من سلالة واحدة. ما هو عرق يعني سلالة، تمام؟ بيعيشون على ركعة من الأرض لفترة زمنية طويلة. يعني أنا مثلا معايا واحد صاحبي، احنا الاتنين صحاب بقالنا 20 سنة، فغصب عننا احنا الاتنين اتطبعنا على طباع بعض. يبقى لما مجموعة من البشر دول يعيشون على فترة من الأرض لفروق فترة زمنية طويلة، غصب عنهم هيبقى ما بينهم روابط مشتركة، يعني عادات وتقاليد مشتركة، يعني لغة واحدة، بالأغلب دين واحد، يعني تراث واحد، يعني ما بيننا أشياء مادية واحدة. يبقى هيبقى بينهم روابط مشتركة زي الدين، اللغة، العادات والتقاليد، التاريخ، التراث وهكذا. طيب اديني يا عم مثال. زي مثلا الأمة العربية، الأمة العربية لغتها إيه؟ اللغة العربية. الأغلب ديانته إيه؟ ديانة إسلامية. عاداتنا وتقاليدنا عادات إيه؟ شرقية. التراث ما بين آثار ما بين الدول العربية. طب التاريخ المشترك،
الفتوحات الإسلامية كانت على جميع الدول العربية. الدولة العثمانية احتلت الدول العربية. حتى في وقت الاستعمار الدول العربية كانت محتلية من القوى الأوروبية. يبقى ما بيننا تاريخ ايه؟ مشترك. طيب الأمة زي ما اتفقنا لازم يكون لها أرض وشعب اللي هي متشابهة معاها في الدولة. طيب ايه الاختلاف في ايه؟ في السلطة. يقول لي الأمة لا يتطلب وجود سلطة. عمرك سمعت عن حكومة الوطن العربي؟ الوطن العربي ملوش حكومة، لا يتطلب وجود سلطة. لكن من السمات الأساسية لقيام الأمة العادات والتقاليد الواحدة واللغة الواحدة. مفيش أمة ما بين أفرادها لغات مختلفة، مفيش أمة بين أفرادها عادات وتقاليد مختلفة. طيب زي إيه من الأمثلة للأمة زي اللي احنا لسه أخدناها من شوية اللي هي الأمة العربية؟ طيب بعد كده هنبدأ في أنواع الدول طفقا للنظام السياسي والإداري. هقسمها لنظامين، دولة مركزية ودولة لا مركزية. الدولة المركزية نوع واحد اللي هي الدولة الوحدوية. الدولة اللامركزية نوعين، دولة فيدرالية ودولة كونفدرالية. طيب نمسك أول حاجة عندي اللي هي الدولة الوحدوية اللي احنا بنسميها الدولة المركزية. يعني ايه دولة مركزية؟ يقول لي الدولة اللي فيها مجلس نيابي واحد، يعني بالبلدي كده فيها مجلس شعب واحد. طب تاني حاجة يقول لي يبقى فيها حكومة مركزية واحدة، يعني الدولة ما فيهاش غير حكومة واحدة. وركز معايا عشان لما نيجي نقارن بين أنواع الدول التلاتة، يبقى الدولة الوحدوية بيبقى فيها إيه؟ حكومة واحدة اسمها الحكومة المركزية، بتسيطر على جميع السلطات المحلية. طيب السلطات المحلية يعني التقسيم الإداري للدولة، هل أنا دولتي مقسمها على شكل ولايات ولا أقاليم ولا محافظات ولا مجالس بلدية؟ ده التقسيم الداخلي للدولة. فالحكومة المركزية بتسيطر على السلطات المحلية دي، بمعنى ان انا لو مثلا في مصر مقسم دولتي على هيئة محافظات، محافظ اي مدينة في مصر ميقدرش ياخد قرار الا لما يرجع لمين؟ لرئيس الوزراء او الرئيس، صح ولا لا؟ فبالبلدي كده ان السلطة المحلية بتستمد مستوياتها الادارية القرارات بتاعتها في المحافظة بتاعتها من الحكومة ايه؟ المركزية. يعني الحكومة المركزية هي صاحبة القرار في الاول او في الاخر، فهي المهيمنة. تمام النقطة ديت؟ طيب مش هقول المقارنة دلوقتي عشان ما لخبطكوش، بعد ما هشرح التلات انظمة نبدأ بقى نمسك المقارنة ونقارن بين التلات ونشوف ايه اوجه الاختلاف واوجه التشابه. طيب من اهم خصائص الدولة الوحدوية، اول حاجة يقول لي تجانس السكان عرقيا دينيا ثقافيا. ونقف لهنا شوية، يبقى الدولة الوحدوية بتتشابه مع مين؟ ايوة مجموعة من البشر بينهم روابط مشتركة زي الدين واللغة والعادات والتقاليد اللي هي مين؟ الامة. فممكن هنا يجي لي سؤال يقول لي اقرب انواع الدول للامة، دولة فيدرالية، الوحدوية، الكونفدرالية. يبقى انا لازم اكون عارف ان اقرب انواع الدول للدول للامة هي الدولة ايه؟ الوحدوية، لان من خصائصها تجانس السكان عرقيا ودينيا وثقافيا. طب تاني حاجة بتبقى موجودة في الدولة الوحدوية يقول لي بتحمل قلبا او نواة. طب يعني ايه قلب او نواة؟ يعني يوجد عندها عاصمة، وفي الاغلب في الدولة الوحدوية العاصمة بتكون داخلية، لان معنى كلمة قلبا او نواة يعني هي في المنتصف، يعني في داخل الدولة. فبالاغلب ان العاصمة تبقى في الدولة الوحدوية دي مركز للانشطة الدولة، اذا كان بقى انشطة سياسية اقتصادية وهكذا. يعني بالبلدي كده العاصمة هي الكل في الكل في الدولة الوحدوية. طيب يقول لي في الدولة الوحدوية معظمها ليس كبيرة المساحة، يعني أغلب الدول الوحدوية بتكون صغيرة المساحة. طيب صغيرة المساحة يبقى عدد السكان هيبان فيهم كتير، يبقى كثافة إيه؟ سكانية عالية. لما أجيب لك مثال مثلا أقول لك دولتين فيهم 10 أفراد، جبت لك دولة مثلا مساحتها 1 كيلومتر ودولة 10 كيلومتر، مين اللي هيبان إن الدولة دي فيها عدد سكان كتير؟ هتقول الواحد كيلومتر، لأن مساحة صغيرة فالسكان هيبانوا فيها. فبالتالي الدولة الوحدوية هيكون الكثافة السكانية فيها ايه؟ عالية. طب اخر حاجة من خصائصها
يقول لي قله وجود العوائق الطبيعيه، يعني مفيش حاجه تعيق الاتصال بين جميع اجزاء الدوله. عايز اروح لشمال الدوله اروح لها بسهوله، عايز اروح للجنوب، عايز اروح للشرق، عايز اروح للغرب، مفيش عوائق. طب هي ايه العوائق عامه اللي بتعيق الاتصال بين جميع اجزاء الدوله؟ يقول لي ممكن يكون جبل، الجبل هيخليني صعب ان انا اوصل للناحيه التانيه. طب ايه تاني؟ ممكن يكون غابه، ممكن يكون بحر، ممكن يكون صحراء. انا سهل عليا ان انا اروح واحد سيوه ولا صعب؟ هتقول لي صعب لان انا عندي عائق الصحراء الغربيه. فهمتوا النقطه ده يا جماعه؟ يبقى انا عندي قله العوائق الطبيعيه زي ايه؟ ايوه الجبال، الغابات، الصحاري، البحار. تمام النقطه ديت؟ فبالتالي قادر اتصل من جميع اجزاء الدوله. طب نركز مع بعض في النقطه ديت عشان دي النقطه دي بتلخبط. يقول لي الدوله الوحدويه منتشره في بقاع مختلفه في العالم، يعني الدوله الوحدويه اكتر انواع الدول اللي موجوده في العالم. طب تمام انا عرفت كده انها منتشره. طب ركز معايا في النقطه دي. يقول لي بينما الدوله اللي بيبقى فيها الخمس عناصر كلهم قليله الانتشار او محدوده الانتشار. يا عم انت كده لخبطتني. يعني الدولة الوحدوية بشكل عام منتشرة، بس مش شرط ان كل الدول الوحدوية يبقى فيهم الخمس عناصر كلهم. ممكن الاقي دولة واحدة فيها تلات عناصر بس، دولة وحدوية فيها اربعة، دولة وحدوية فيها تلاتة بس. لكن دولة وحدوية فيها الخمس عناصر كلهم، يعني دولة مثالية وحدوية قليلة الانتشار. طب من الدول الوحدوية المثالية عند فرنسا، وخد دي بره المنهج ساعات بتيجي في الاختيارات، عند مصر. يبقى الدول الوحدويه المثاليه فرنسا ومصر. طيب ليه فرنسا دوله وحدويه مثاليه؟ يقول لي لان بيتوفر فيها الخمس عناصر اللي احنا لسه قايلينهم، اللي هو تجانس السكان، وجود نواه واحده اللي هي باريس، وجود مساحه ليست كبيره، يعني مساحه صغيره 547,000 كيلومتر مربع. طيب كثافه سكانيه مرتفعه، عدد سكان فرنسا 67.2 مليون نسمة. كل وجود العوائق التضاريسية، يعني فرنسا ولا فيها جبال ولا غابات ولا صحاري ولا بحار. طب فيها ايه اكتر مظهر تضاريسي يسهل الاتصال من جميع اجزاء الدولة؟ عامل السهول. يبقى السهول اكتر مظهر تضاريسي ايجابي من حيث الاتصال من جميع اجزاء الدولة. ركز في دي عشان بتجي في الاختيارات كتير. طيب احنا اتفقنا ان انا عندي فرنسا دولة مثالية عشان فيها الخمس عناصر، وقلت مش شرط ان الدولة الوحدوية كل الدول يبقى فيها خمس عناصر، ده ممكن دولة يبقى فيها اربعة، دولة يبقى فيها ثلاثة. يبقى انا عندي دول لديها نقص في خصائص الدولة الوحدوية. طب زي مين؟ يقول لي زي الصين، دولة وحدوية برغم انها ايه؟ كبيرة المساحة. طيب عندي ايه كمان؟ اليابان دولة وحدوية برغم انها مجزأة لعدة جزر، يبقى انا عندي عائق اللي هو ايه؟ البحار، لان طالما مجزأة لعدة جزر يبقى انا عندي البحر بيفصل بين اراضيها، يبقى بالتالي عشان اوصل من الجزيرة دي للجزيرة دي في النص عندي عائق، العائق ده اللي هو البحر. فبالبلدي كده الصين لديها عائق ان مساحتها مش صغيرة، دي مساحتها كبيرة، واليابان لديها عائق اللي هو العوائق الطبيعية. ودي الدولة الوحدوية. طيب بعد كده هنخش على النوع الثاني، الدولة اللامركزية أو الاتحادية المركبة. طيب اتفقنا إن دي نوعين، دولة فدرالية ودولة كونفدرالية. هنمسك أول حاجة اللي هي الدولة الفدرالية، ناخد تعريفها. يقول أول حاجة هي مجموعة من الوحدات الإدارية، وركز معايا في الحاجتين دول. لما أقول لك وحدة سياسية معناها دولة، وحدة إدارية يعني التقسيم الداخلي للدولة، اللي هو أنا مقسم دولتي على هيئة ولايات ولا مقاطعات ولا محافظات. يبقى الدولة الفدرالية ألاقي إنها مقسمة دولتها على وحدات إدارية، قد تكون ولايات، قد تكون مقاطعات، قد تكون محافظات. طيب أنا استفدت إيه ما كل دول العالم متقسمة لوحدات إدارية؟ هقول لك إن في الدولة الفدرالية هلاقي إن وحداتها الإدارية بتتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي، يعني كل ولاية منفصلة عن الولاية التانية، بس مش انفصال تام، مش اكتفاء ذاتي، أو
يكون في استقلال ذاتي بشكل تام. يقول لي لا، ده في ثلاث نواحي الولايات كلها بتشترك مع بعض فيه. أول حاجة النواحي المالية والنواحي الدفاعية والأمور السيادية، زي مثلا أمريكا. لما أجي أبص على ولاية نيويورك ولاية واشنطن، ألاقي الصحة في نيويورك مختلفة عن الصحة واشنطن. كل واحدة ليها نوعها في الاستقلال الذاتي بتاعها في التقسيم الداخلي، نظام التعليم وهكذا. لكن ولاية نيويورك وولاية واشنطن وباقي الولايات اللي هم 50 ولاية في أمريكا، هلاقي كلهم بيشتركوا في اقتصاد واحد، اقتصاد أمريكا. كلهم بيشتركوا في دفاع واحد اللي هو جيش أمريكا. كلهم بيشتركوا في السيادة واحدة اللي هو رئيس أمريكا. يبقى بالبلدي كده كل ولاية مستقلة عن التانية، لكن كل الولايات بيشتركوا في ثلاث حاجات. طيب خصائص الدولة الفيدرالية، أول حاجة يقول لي بيبقى في الدولة فيها دستور واحد بس اللي هو بينظم قوانين الدولة، يبقى فيها دستور واحد. طب الدولة الوحدوية كان فيها كم حكومة؟ واحدة. الدولة الفيدرالية فيها كم حكومة؟ اتنين. عند حكومة مركزية بتختص بالأمور السيادية الأقرب بالأمور الخارجية. طيب زي ايه؟ يقول لي زي السياسة الخارجية للدولة، زي اقتصاد الدولة، زي الدفاع الخارجي، زي الأمن الداخلي. يبقى أنا عندي الحكومة الأولى اللي اسمها الحكومة المركزية بتختص بالأمور السيادية، زي إيه؟ زي السياسة الخارجية، زي الاقتصاد، زي الدفاع الخارجي، زي الأمن الداخلي. طب الحكومة التانية اسمها إيه؟ يقول لي اسمها الحكومة الإقليمية أو الحكومة المحلية. جاي من اسمها محلية، تبقى حكومة إيه؟ داخلية، صح ولا لأ؟ يبقى هتختص بإيه؟ بالشؤون الحياتية لدى السكان. يعني الحكومة دي دورها انها توفر لك الخدمات، انت كمواطن يبقى متوفر لك كل حاجة، صحة، تعليم، كهرباء، مية، صرف صحي، كل ده اللي هيوفره لك الحكومة المركزية ولا المحلية؟ الحكومة المحلية. برأيي يبقى بمعنى كده ان الحكومة يا مستر المركزية اعلى من المحلية؟ اقول لك لا، ده من صفات الدولة الفيدرالية ان الحكومتين ما بينهم توازن، يعني ما فيش حكومة سلطتها اعلى من التانية، لا ده في توازن بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية في كل ولاية. طيب رابع حاجة من خصائصها يقول لي من حق الشعب المشاركة في الامور السيادية، بمعنى ان اقتصاد الدولة هلاقي الشعب بيتدخل فيه، بيقول رأيه فيه. السياسة الخارجية، الدفاع الخارجي، الامن الداخلي، وده فيما يسمى بالديمقراطية، لان اقرب انواع الدول للشكل الديمقراطي هي الدولة الفيدرالية. يقول لي آخر حاجة، لا يمكن للدولة الفيدرالية أن تتحول لاتحاد كونفدرالي. طب ليه؟ يعني كده يا مستر أن الاتحاد الكونفدرالي بيصبح من الدولة الوحدوية بس؟ هقول لك آه، لأن الدولة الوحدوية مساحتها إيه؟ صغيرة، وكل ما كانت المساحة الصغيرة كل ما كان نسبة الاكتفاء الذاتي إيه؟ أقل. فأنا عايز أنضم مع مجموعة من الدول عشان اوفر الاكتفاء الذاتي، عكس الدولة الفيدرالية طبيعتها اغلبها تبقى مساحة كبيرة. زي ما هناخد امثلة الدولة الفيدرالية، الاربع دول كلهم دول ذات مساحة كبيرة، فبالتالي متوفر عندهم الاكتفاء الذاتي، مش محتاجين انهم يخشوا مع دول تانية. وهتفهم يعني يخشوا مع دول تانية لما اشرح لك الاتحاد الكونفدرالي. طب من امثلة الدول الفيدرالية زي ايه؟ يقول لي زي استراليا، زي البرازيل، زي الهند، زي الولايات المتحدة الأمريكية. بعد كده هنخش على آخر نوع من أنواع الدول اللي هي الدولة الكونفدرالية. افهمها بقى معايا عشان هنخلصها وهنقف شوية نقارن بقى بين أنواع الدول. طيب يعني إيه اتحاد كونفدرالي؟ يقول له هو عبارة عن انضمام دولتين أو أكتر في اتحاد تنظمه معاهدة عشان تحقيق غايات مشتركة. طيب فاهمني واحدة واحدة. فاكر المثال اللي اديتهولك في أول حصة خالص؟ معي دولة واحد، دولة اتنين، دولة تلاتة، وكل دولة من دول دول ناقصهم حاجة والدولتين التانيين اللي موجودين في المربع ده بيكملوها. ففكروا مع بعض انهم يعملوا ايه؟ يكونوا اتحاد واحد، صح ولا لا؟ فلما كونوا اتحاد واحد بقوا التلات مناطق دول داخل ايه؟ دولة واحدة. فهنا كونوا اتحاد ايه؟ كونفدرالي. يبقى هو عبارة عن انضمام دولتين او اكتر في اتحاد، الاتحاد ده بينظمه معاهدة
عشان يحقق غايات مشتركة. ما هو دولة واحد ما انضمتش مع اتنين، ما انضمتش مع تلاتة، إلا إن يبقى فيه مصلحة تخلينا نضم معاهم. في حاجة نقصاني هي موجودة عندهم، وفي نفس الوقت هم عندهم حاجة نقصاهم عندي، فإحنا كلنا هنكمل بعض في اتحاد كونفدرالي. يقول لي بعد كده في التعريف، يقول لي تتعهد ببعض من صلاحياتها في إنشاء حكومة مركزية واحدة. يعني معنى كده أن الحكومة اللي بتختص بالأمور السيادية والأمور الخارجية الدول الاتحاد الكونفدرالي كلها تبقى حكومة واحدة مركزية. هقول لك آه، بس برغم أن لهم حكومة مركزية واحدة مشتركة من جميع الدول، إن اللي كل دولة من دول الاتحاد الكونفدرالي مختصة بشخصيتها القانونية. يعني إيه؟ يعني كل دولة لها الدستور الخاص بها. طب تاني حاجة يقول لي سيادتها الداخلية، يعني معنى كده ان كل دولة ليها العاصمة الخاصة بها، ليها العملة الخاصة بها، بس هنسيب العملة كمان شوية عشان العملة اختيارية. طب غير العملة، يقول لي ممكن تكون العملة او العالم بتاع الدولة. يعني الاتحاد الكونفدرالي ملوش علم واحد، اقول لك لا، ده كل دولة لها العلامة الخاصة بها، وفي نفس الوقت ممكن الاتحاد الكونفدرالي يبقى ليه علم خاص بيه برضه. يبقى كل دولة من دول الاتحاد الكونفدرالي هتحتفظ بشخصيتها القانونية وسيادتها الداخلية وسيادتها الخارجية. يعني ايه سيادتها الخارجية؟ يقول لي حق التمثيل الدبلوماسي بشكل مستقل. يعني انا ممكن اروح اعمل علاقات مع دولة تانية والاتحاد اللي انا مضم ليه ملوش الحق ان يمنعني ان انا اعمل علاقة مع الدولة دي، علاقة تجارية، علاقة اقتصادية، علاقة سياسية، انا حر، انا سيادتي الخارجية براحتي. تمام النقطة ديت. فبالبلدي كده لما كل دولة يبقى لها شخصيتها القانونية، يعني لها الدستور الخاص بها، سيادتها الداخلية يعني لها عاصمة وعالم خاص بها، سيادتها الخارجية يعني لها حق التمثيل بشكل مستقل. طب نرجع للعملة اللي قلناها اختيارية، ممكن الاتحاد الكونفدرالي لكل دولة لها عملتها الخاصة بها، او كل دول الاتحاد يشتركوا مع بعض ويكونوا عملة واحدة. طب زي مين؟ زي الاتحاد الاوروبي اللي كون لعملة واحدة اللي هو عملة اليورو. طيب ايه تاني من خصائص الاتحاد الكونفدرالي؟ من شوية قلنا ان الحكومة المركزية هتكون مشتركة، والحكومة دي هي اللي بتمثل الدولة الخارجية وهي السيادة. طيب في نفس الوقت قلت لي ان الدولة الكونفدرالية ليها سيادتها الخارجية. يا عم انت هتحيرني، ما هنا هتبقى الحكومة واحدة، طب مين اللي هيختص بالشؤون الخارجية للدولة؟ هقول لك الحكومة رقم اتنين، اللي هي الحكومة الإقليمية أو المحلية أو الداخلية، هي اللي هتختص بالأمور السيادية للدولة. قلنا في الدولة الفدرالية لا يمكن أن تتحول لاتحاد كونفدرالي، ولكن الاتحاد الكونفدرالي ممكن يتحول لاتحاد لدولة فدرالية. طب زي مين؟ زي سويسرا، كانت اتحاد كونفدرالي وأصبحت دولة فدرالية. طيب أقل أنواع الدول شيوعا، يعني الدولة دي مش منتشرة في العالم كتير جدا، هي الدولة الكونفدرالية، يبقى هي أقل أنواع الدول شيوعا. طب ليه يا عم؟ لأن أكثرها هشاشة. يعني إيه أكثرها هشاشة؟ يعني مفيش اتحاد كونفدرالي بيفضل طول العمر، لازم هيجي له وقت وكل دولة تنفصل عنه ويتفكك. ليه طيب؟ يقول لي لأن يحق لأي دولة أن تنفصل في أي وقت أن تشاء. صحيت الصبح هبت في دماغي اللي انا انفصل من الاتحاد واكون بقى جمهوريه مستقله او دوله مستقله، الاتحاد ملوش الحق ان يمنعني ان انا انفصل، لا انفصل براحتي. تمام النقطه ديت. طيب من امثله الدول الكونفدراليه عند الاتحاد الاوروبي كده، احنا خلصنا نص الدرس الاول ونوقف لحد هنا، بس هنعمل مقارنه خفيفه بين ثلاث انواع من انواع الدول. طيب اول حاجه عندي الاتحاد او الدوله الوحدويه، اتفقنا فيها ايه؟ حكومة مركزية. فلو جالي سؤال قال لي ان الدولة اللي فيها الحكومة الاقليمية او المحلية اضعف ما يمكن، يعني الحكومة المركزية هنا المسيطرة، فهتكون دولة ايه؟ دولة وحدوية. طب يجي يقول لي دولة واحدة، دولة فيها التوازن بين الحكومة المركزية والحكومة الاقليمية، تبقى دولة رقم اتنين اللي هي الدولة الفدرالية. طب راح جاي هنا قال لي ان دولة الحكومة الإقليمية أو المحلية هي الكل في الكل، هي الأقوى ما يمكن، والحكومة المركزية الأضعف، يبقى دولة رقم ثلاثة اللي هو الاتحاد الكونفدرالي. يبقى هي زي السلم،
الدولة الأولى الحكومة المركزية الكل في الكل، اللي هي الاتحاد، الدولة الفدرال، الدولة الوحدوية، بينهم توازن يبقى دولة فدرالية. الدولة اللي يبقى فيها الحكومة المحلية أقوى ما يمكن يبقى هي دي دولة الاتحاد الكونفدرالي. طيب أكتر أنواع الدول شيوعا، الدولة الوحدوية. أقل أنواع الدول شيوعا هي مين؟ أيوة، اللي هي دولة الاتحاد الكونفدرالي. الدولة الأقرب للأمة هي الدولة الوحدوية. تمام النقطة ديت؟ كده احنا يعتبر عملنا مراجعة سريعة او مقارنة سريعة لجزء الدرس الاول. كده انا خلصت معاكم نص الدرس الاول. بإذن الله هننزل الجزء الثاني قريب عن الجزء الثاني للدرس الاول. يبقى احنا كده خلصنا اول درس. كان معكم مستر ايمن المحلاوي.